رجل عظيم يغادرنا إلى دار البقاء. سي عبد الله شقرون رحمه الله كان مثقفا كبيرا ومسرحيا متألقا وكاتبا ماهرا ورجل خبير في قضايا السمع البصري على المستوى المغربي والدولي، وإنسان رائع من حيث أخلاقه وقيمه، رجل هادئ متواضع لا يضاهي تواضعه إلا شساعة معرفته وعلمه. فقدت فيه شخصيا العم، بحيث أن هناك علاقة شبه عائلية شبه أسرية بينه وبين والدي وبين زوجته سيدة جميلة بن عمار أمينة رشيد كما هي ملقبة، كذلك ووالدتي، ولنا علاقات متميزة كذلك مع بنته نبيلة وابنيه جمال وكريم. وعلى هذا الأساس نفقد فيه العم الرؤوف، وأكاد أقول مع واجب الاحترام الصديق الحامي الذي واكب مسيرتي الشخصية منذ سنوات، فرحمه الله لأنه كان من أبرز المثقفين المغاربة ومن أكبر رجال الفن والمسرح والكتابة في بلادنا.